بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكوب، ونبدأ بأول خبر معانا. قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يعلن الإسلام هو الدين الرسمي في تركيا العلمانية. الصحيفة البريطانية ترى أن سبب ذلك هو شعور أردوغان أنه قد يخسر الانتخابات القادمة، وترى الصحيفة البريطانية أن أردوغان لو أعلن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي سيكون ذلك من أجل تقسيم المعارضة. كما تحدثت الصحيفة أن هذه الفترة الزمنية هي أضعف فترة في حكم أردوغان منذ 20 سنة، نظرا لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهذا تسبب في انخفاض تأييد حزب العدالة والتنمية. عزيزي المشاهد، أنا على المستوى الشخصي أتمنى أن تتحول تركيا من دولة علمانية إلى دولة إسلامية، لكن على أن يحدث ذلك لوجه الله تعالى، وليس الهدف منه مكاسب سياسية ودنيوية. تاني خبر معانا وهو خاص بالجزائر. اتخذت الجزائر قرار مهم جدا لدعم الصناعة المحلية وضبط السوق المحلي، حيث وجه الرئيس عبد المجيد تبون بإيقاف تصدير نفايات الحديد إلى الخارج، وتوجيه هذه النفايات لدعم الصناعة المحلية. ويأتي هذا بعد دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال، حيث أقر الرئيس تبون سياسة مهمة جدا، وهي احتياجات السوق الجزائري له الأولوية عن التصدير إلى الخارج. حفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر.